السلام عليكم. عدن قبلة الشعوب وملتقى الأجناس البشرية، ما هو الأفئدة وحاضنة الجميع من داخل وخارج اليمن؟ عدن المفتوحة على البحار، همزة وصل الحضارات المختلفة لعقود طويلة، يراد لها اليوم أن تصبح قرية مغلقة محصورة في هوية ضيقة طاردة للآخرين. كانت عدن رمزا للتعايش الاجتماعي والديني والعرقي، هي المدينة الأولى السباقة في الجزيرة العربية في كثير من المعالم المدنية والإنجازات الحضارية، لكنها اليوم يخفت ضوءها ويذبل فتيلها بسبب ممارسات بعض قاطنيها منذ فترة. بالأمس القريب مثلا قامت قوات الحزام الأمني بمنع العشرات من الأسر القادمة من المناطق الشمالية، قامت بمنعها من الوصول إلى عدن. وجهت هذه الخطوة باستنكار واسع من قبل الحكومة وناشطين حقوقيين وشخصيات سياسية واجتماعية في المحافظات الجنوبية. رئيس الوزراء استنكر هذه الممارسات ودعا إلى الكف عن النزعة العنصرية والمناطقية. دعوة بن دغرتلك قوبلت بموجة استياء شعبي واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، كونه الرجل الأول في الحكومة وهو المعني بحل هذه المشاكل في المناطق المحررة. في المقابل يقول مراقبون إن ازدواج الأجهزة الأمنية في الجنوب وفي المحافظات الجنوبية عموما ودعم الإمارات لتشكيلات مسلحة خارج إطار القانون هو ما يعزز هذه المشاكل ويفتح المجال لتصرفات غير منضبطة تحرج الحكومة الشرعية. ونحن هنا نتساءل، لماذا لم نشهد موقفا حازما من الرئيس هادي ورئيس الحكومة اللذين يتواجدان حاليا في عدن إزاء هذه الممارسات المناطقية؟ أين وصلت جهود الرئيس هادي في توحيد الأجهزة الأمنية؟ وأين هو موقف المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية إزاء هذه الممارسات العنصرية؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في مسائنا اليمني. نبدأ نقاش بعد متابعة هذا التقرير. ارتبطت عدن في أذهان اليمنيين كملاذ ومتنفس، ولذلك أسموها ثغر اليمن الباسم التي تضحك في أحضان بحر العرب. منذ وضعت القيود على أبوابها، تم وضع عدن في قفص لا يليق بتاريخها المرتبط بالحرية والجمال، منذ انطلاق أول صحيفة وطنية إلى آخر مبخرة عدنية. ارتبط حال اليمن بحال عدن، وبحسب الدكتور ياسين سعيد نعمان، لن يستقيم حال اليمن جنوبه وشماله إلا إذا صلح حال عدن. عدن هي مربط الفرس في معادلة شديدة التعقيد في الوقت الراهن، وهي المعطى الأكثر وضوحاً في هذه المعادلة ذات المجاهيل المتعددة. على أبواب المدينة اليمنية الرائدة والعاصمة المؤقتة لليمن يتوقف العابرون إليها، وتنام النساء والأطفال على الأرصفة، وبات النازحون من جحيم حرب الميليشيا يفرون من المنع والقمع في الشمال إلى المنع والقمع في الجنوب، ويعدون لياليهم في نقاط التفتيش والطرقات. المفارقة في الأمر أن الأذرع المسلحة التي تمنع النازحين في الحديدة من الدخول إلى عدن مرتبطة بأبو ظبي ذاتها التي تتولى أمر معركة الحديدة ضمن التحالف العربي، وهو السلوك المتنافي مع القوانين اليمنية والذي رفضته الحكومة اليمنية على لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. متابعون يرون أن هذه التصرفات والضغوط الميدانية التي تمارسها الأذرع المسلحة المرتبطة بأبو ظبي في الجنوب تعكس التوتر السياسي بين أبو ظبي والحكومة الشرعية على خلفية الأحداث الأخيرة ومعركة الحديدة، التي ترى الحكومة أن ثمة تدخلات سافرة لأبو ظبي في أمر السيادة اليمنية بما فيها قرار السلم والحرب. رأي الشارع في الجنوب تجاه هذه الممارسات لقوات الحزام الأمني وما تسببه من نشر مزاج الكراهية والمناطقية تم التعبير عنه بالرفض والإدانة من قبل نخب وناشطين جنوبيين في الجهات الرسمية والشعبية، وهو بحسب متابعين تصرف يضرب مدنية عدن في صميمها الحضاري. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية، الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ سامي الكاف ينضم إلينا من عدن. أهلا بك أستاذ سامي. مساء الخير لك أخي والجميع المشاهدين. حياكم الله أستاذ سامي. إذن
الحدث الأبرز ربما في وما يتداوله الناس في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق في عدن هذه الأيام، منع أسر شمالية من الدخول إلى العاصمة المؤقتة لجميع اليمنيين عدن. كيف تتابع هذا الخبر؟ طبعا هذه للأسف سلوكيات تمثل كارثة على مستوى الوعي اليمني الذي يعني يعاني من خلل في بنيته الثقافية، انعكس ذلك على هذه السلوكيات التي نراها حتى على مستوى الإنساني غير مقبول، وحتى على مستوى الشرائع الدينية غير مقبول. فبالتالي هذه كارثة نشهدها، خصوصا وأن صور النازحين يعني فعلا تدل، لا تحتاج إلى تعليق. نعم، طيب، يعني كان هناك حديث من رئيس الوزراء عبر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي استنكرت هذه الأفعال العنصرية، كذلك دعا إلى إنهاء هذه الأفعال التي يقول أنها لا يعني تتنافى مع القانون والأخلاق وكذلك العادات والتقاليد. برأيك هل كان هذا التصريح بمثابة يعني عمل يكفي لمنصب رئيس الوزراء، أو هناك مطالبات يعني بشكل أكبر لإحداث أفعال أخرى تمنع هذه الأفعال؟ أولاً بشكل إنساني، أولاً أحيي دولة رئيس الوزراء على موقفه الشجاع هذا، لأنه تصدى إلى الموضوع حتى ولو كان عن طريق صفحته الشخصية سواء في تويتر أو فيسبوك. لكن في نهاية المطاف هؤلاء الناس لا ينتظرون أو لا ينظرون إلى هذا الموقف بقدر ما ينتظرون إلى إجراءات على الأرض تنقذهم مما هم فيه، وبالتالي هنا المسألة تقع على واجب الحكومة للإسراع بتصرف فوري لإنقاذ مثل هذه الأسر، لأن الموضوع يتجاوز مجرد التعليق على الموضوع خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع يحتاج إلى تدخل مباشر من الحكومة، وللأسف نحن نتكلم عن ما هو مفترض من الحكومة، بينما الأحداث والوقائع على الأرض مخالفة لذلك تماما، بمعنى أن الحكومة نفسها عانت من وجود هذا الوضع غير السوي على الأرض، بمعنى هناك جماعات مسلحة قامت بانقلاب عسكري ضد الحكومة نفسها. يعني فأنت تطالب من الحكومة بفرض أمر يفترض يقع ضمن مسؤولياتها لحماية هؤلاء النازحين، وإعطاء رسالة إلى أن هؤلاء في الأخير هم بشر، يعني قبل الخوض في أي أمور سياسية أو حتى غير سياسية. وبالتالي طيب، نعم. أساساً الحكومة نفسها تعاني من وضع هم يعانوه هؤلاء الناس، وإن اختلفت التفاصيل، بمعنى أن الحكومة الآن هي في عدن، وعدن تقع تحت قبضة قوة عسكرية لا تتبع الحكومة، بمعنى يجب أن يتم أول الأمر، بادئ الأمر ابتداء من الأحداث الدموية التي شهدتها عدن أواخر يناير الفائت وضع حل جذري يعالج هذه الأحداث التي أدت إلى هذه الأحداث الدموية. يعني برأيك هل بالتالي ما نراه الآن هو يقع في سياق النتائج؟ مفهوم. يعني هل تعتقد الآن أن في سياق الحديث على دمج الأجهزة الأمنية في سياق إتمام عملية الدمج في إطار وزارة الداخلية وكذلك الجيش في سياق آخر، هل ستكون بمثابة الخطوة الكافية، أم أن هناك فعليا معرقلات على الأرض تمنع حتى حدوث هذه الخطوة؟ شوف، في أي دولة بعيدا عن الحرب يجب أن تكون مؤسسات الأمن والجيش والشرطة تحت سلطة واحدة، وهذه السلطة هي السلطة الشرعية. الآن ما بعد 2015 انهارت الدولة وصارت لدينا قوى وكتائب وميليشيات مسلحة تنازع السلطة الشرعية مهامها في السيطرة على الأرض، وبالتالي خلال هذه السنوات لم تضع لا الحكومة الشرعية ولا دول التحالف العربي
حلول جذرية لهذه الأوضاع بحيث تكون هناك سلطة واحدة شرعية واحدة وهي المخول لها بفرض الأمن. وبالتالي أول خطوة يجب أن تسير في الاتجاه الصحيح هو توحيد الأجهزة الأمنية تحت هذه السلطة وليس ما هو حادث الآن. طيب ما الذي استمراره؟ نعم. بالتالي يتحمل مسؤوليته التحالف العربي والحكومة الشرعية. طيب يعني في هذا السياق من الذي يمنع حدوث ذلك؟ ما هي الأسباب التي يمكن أن تسبب استمرار حدوث ذلك على هذه الفترة؟ وهناك الكثير من التجاوزات التي حدثت طول الفترة الماضية. نحن لا نتحدث عن المرة الأولى التي يتم فيها منع أسر من المحافظات الشمالية وحتى نازحين في نهاية المطاف. يعني هؤلاء الآن، وهذه نقطة كثيرا ما ذكرت أيضا، ما الرسائل التي توصلها مثل هكذا ممارسات باعتبار أن كثير من هذه الأسر هم نازحون من محافظة الحديدة التي تشهد مواجهات وتقاتل فيها قوات أساسا قادمة من المقاومة الجنوبية أيضا؟ نعم، في نهاية المطاف يجب على كل الأطراف السياسية سواء في الجنوب أو حتى في الشمال يجب أن تقوم بما عليها من مسؤوليات تجاه الإنسان أيا كان هذا الإنسان. للأسف الشديد كل الأطراف السياسية الموجودة في اليمن، في شمال اليمن أو في جنوب اليمن، لا تعمل بحيث تصل إلى حل ينهي هذا النزاع. كل الأحداث على الأرض تؤكد هذا الكلام، بمعنى كل الأطراف هي التي تحمل هذه المسؤولية التي نشاهدها على الأرض. الآن أنت كإنسان لا يسمح لك ضميرك أن ترى مثل هذه المشاهد. صحيح. فما بالك في مواقع التواصل الاجتماعي يتم ضخ المزيد من مشاعر الكراهية والمناطقية وتأجيج مثل هذه السلوكيات، وهناك رجال أمن يعني سنهم في الحياة لا يسمح لهم باستيعاب مثل هذه الأمور وخطورتها على النسيج الاجتماعي سواء حتى على مستوى الجنوب. يعني الآن لو عدنا بالذاكرة قليلا إلى الخلف، تفضل، وقبل تحقيق الوحدة اليمنية، سنجد أن كل الأطراف السياسية اللي كانت موجودة في الجنوب عانت من هذه السلوكيات المدمرة للنسيج المجتمعي، وتوجت في نهاية المطاف بأحداث 13 يناير الدموية. للأسف الشديد لدينا أطراف سياسية سواء في الشمال أو في الجنوب لا تريد أن تعمل على قراءة التاريخ كما هو والاستفادة من دروسه والعبر بحيث تصل إلى حل ينهي هذا النزاع. استمرار هذا اللا وضع تتحمله كل النخب السياسية بدون استثناء. طيب أستاذ سامي، الآن إحنا إذا ما فهمنا محاولة، يعني إذا ما أخذنا محاولة لفهم لماذا تحدث مثل هكذا ممارسات، ما هو برأيك السبب الذي يدفع من يقوم بهذه الممارسات إلى الاستمرار بالتصرف بهذا الشكل؟ ويعني ونحن أشرنا كما قلنا قبل قليل أن هذه المرة ليست الأولى التي تحدث فيها ممارسات مثل ذلك. ما هو الدافع؟ هل هناك توجه بشكل أو بآخر إلى تعزيز هذه النظرة التي يمكن أن تكون مناطقية في سياق معين، طرد الناس بشكل أو بآخر من العاصمة المؤقتة عدن؟ ما هي الرسائل التي يراد إيصالها؟ الموضوع لو نظرنا له في من زاوية أنه هؤلاء الجماعات المسلحة تنطلق من إرث ماضوي يعني عانى من الاضطهاد الهوياتي، بمعنى أنه هناك كثير من المنتمين إلى هذه الأجهزة الأمنية عانت خلال السنوات الماضية من ظلم طالها وتهميش، وبالتالي تحاول النيل من عدو في تم صنعه في مخيلتها بحيث أنه هؤلاء الناس هم العدو، بينما هي إجراءات قام بها النظام السابق فأدت إلى هذه الممارسات التي نراها على الأرض. على مستوى يعني لو نظرنا إلى تشكيل هذه الأجهزة الأمنية فإنها تنطلق من هذه الأمور التي تكلمت عنها وهي الاختباء وراء هويات معينة، بمعنى لو نظرنا
إلى تشكيلة الحزام الأمني سنجد أنه أغلب منتسبيه من جهة معينة. كذلك الأمر بالنسبة إلى القوات أو المجاميع المسلحة التي تتبع المجلس الانتقالي التي كانت تحت وما زالت تحت أمرة محافظة عدن السابق عيدروس الزبيدي، وكذلك حتى على مستوى الألوية الرئاسية التي تتبع الشرعية ستجد أنها أغلب منتسبيها من جهة معينة. بمعنى هذا الاستمرار الذي يتمترس حوله كافة الأطراف الجنوبية ينعكس على الأرض، وهو ما يشكل عقبة رئيسية في توحيد هذه المكونات للوصول إلى طاولة المفاوضات. في النهاية يجب أن تكون الأمور واضحة ووضع النقاط على الحروف من خلال هذه الزاوية. بمعنى لو تم الاستمرار في تجاهل هذه الأسباب والمسببات التي أدت إلى تمترسهم وراء هذه الهويات كل وراء منطقة معينة، حتى على مستوى تكوين النخب، هناك النخبة الشبوانية، هناك النخبة الحضرمية، مما حدا بكثير من المنتمين الذين نطلق عليهم بأبناء عدن أنهم يتساءلون إلى متى سيظل هذا الوضع الذي نعانيه وهو مستمر من عام 1967. هنا كارثة عندما يأتيك أبناء من أبناء عدن ويقولون لك نحن نعاني من عام 1967، بمعنى أنهم تم تهميش حقوقهم وهضم فرصتهم في إدارة أمورهم، وهو الوضع المستمر إلى الآن. يعني بطبيعة الحال هذا الأمر لا يمكن أن يجاب بشكل واحد فقط من قبل النظام السياسي. بطبيعة الحال هناك الكثير من الأمور والتفاصيل المتعلقة، هناك أيضا مجتمع مدني. دعنا نأخذ وجهة نظر المجتمع المدني في هذا السياق. أستاذ سامي، أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من عدن، رئيس منظمة سواسية لحقوق الإنسان الأستاذة هبة عيدروس. أهلا بك أستاذة هبة. حياكم الله. إذن أستاذة هبة، يعني هناك ممارسات بحق أسر نزحت من المناطق الشمالية بسبب الحرب، بسبب الوضع في الحرب في اليمن بشكل عام، لجأت حاولت الهروب إلى العاصمة المؤقتة عدن التي أعلنت عاصمة لكل اليمنيين. أنت كرئيسة منظمة لحقوق الإنسان كيف تتابعين الممارسات التي حدثت بحقه؟ طبعا في ظل الوضع الراهن المعقد والذي يؤكد ان هي ما زلنا في حاله حرب، فامر اللجوء شيء طبيعي من مناطق الصراع الى المناطق الامنه، ولكن في ظل تحدثنا عن منطقه مدينه عدن فالوضع لا يمكن ان نقول بانها وضع مستقر تماما، ولكن هذا لا يمنع من ان اللجوء إليها أو وقوع بعض الانتهاكات. جائز ممكن تكون الانتهاكات غير مقصودة، ولكنها انتهاكات لابد من أن تقوم بدورها وزارة حقوق الإنسان في توصيل هذه الرسائل إلى وزارة الداخلية لكي تكون على صلة مع الأجهزة الأمنية في أن تسمح لهم بالدخول وفق معايير أو سبوتي أو إذا كان هم مدنيين عزل، فهناك طرق مختلفة من أجل أخذ بياناتهم وسبوتياتهم وسمح لهم بدخول المدينة، ولكن هناك أيضا دور آخر ناقص من المنظمات سواء كانت المحلية أو كانت الدولية في مسألة حل مسألة اللجوء. عدن اكتظت بالنازحين ولم يعد هناك مجال لتقبلهم بمكان يليق بهم بإمكانيتهم، فلذلك لابد من وضع خطط ووضع أماكن نزوح أو أماكن إيواء ومخيمات إيواء، ويجب تجميع هؤلاء النازحين في تلك المناطق. فمدن عدن قد اكتظت، وهذا ما سبب زحمة للمواطنين وإشكاليات كبيرة ما بين المجتمع المدني وفي عدن وخارج عدن والمجتمع الناجح، ولا بد من وجود خطة لثلاث هذه الأمور، ولنا سابقة في نزوح أهالي أبين إلى عدن.
يعني انت نعم الاشكاليات وتتكرر ما زالت اليوم. طيب يعني في سياق الحديث استاذه هبه عن ان عدن كانت يعني يشهد لها بانها كانت تستقطب الجميع، من تستقطب الانسان من مهما كانت هويته، مهما كان دينه، مهما كانت طائفته او عرقه، هل هناك تغير اثر على هذا التاريخ من التعايش ومن السلم المجتمعي برايك؟ ما الذي حدث ليتغير عدن بهذا الشكل؟ طبعا التعايش موجود ولكن بنسبه ضعيفه وكل يوم تتضاءل، ولا نقول انها حديثه او انها وليده اليوم او بعد حرب 2015، ولكنها يمكن ان نعود بها الى حرب 94. فدخل الفكر الاسلامي المتشدد في تلك الفتره وبدات العلاقات والتعايش في عدن تنحكر، فكانت مضايقات للأقليات وإن كانت لا تظهر، ولكن تم استهداف المعابد أو أماكن العبادة، فتم التصرف فيها من قبل الدولة ذاتها ومن قبل طبعا الأشخاص أو الجماعات المتطرفة التي عملت على هدم وتدمير هذه المعالم. لم تكن يعني في نقول انها وليده اللحظه، ولكنها بسبب التيارات المتشدده المتواجده في عدن. طيب استاذه هبه، الان بالنسبه للمجتمع بشكل عام في عدن، كيف ينظر لما يحدث من تجاوزات بهذا الخصوص؟ للحديث على وجود نفس من التطرف بدا يتعاظم بشكل او باخر في عدن. يظل وضع غير مستقر وحرب لا زالت مستمره. الدوله لم تكن متواجده فعليا وقوتها وهيبتها لتفرض سلطتها على كل الاراضي الدوله. فالدوله امامها جبهات لا زالت مفتوحه واستهدافات ظاهره وخفيه. وهذا ما يتم طبعا استغلاله من هذه الجهات او الجماعات المتطرفه في التغلغل في المجتمعات، ولكن لا نقول انما نشر هذا الفكر، فلم نعد بهنا في مرحله نشر هذا الفكر، ولكن النشر الان تغيرت الاطر في استغلال الوضع الانساني للمواطنين. الفقر والبطالة وأمور أخرى كثيرة والإقصاء، فهنا استطاعت هذه الجماعات التيارات الإنكار وسط المجتمع واستغلالهم وبالتالي استخدامهم في تنفيذ العمليات. أشكرك أستاذة هبة عيدروس رئيسة منظمة سواسية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. مشاهدينا الكرام، سنستكمل الحديث وسنعود إلى الأستاذ سامي كافتا، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده نستكمل هذا الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، وأجدد أيضا ترحيبي للأستاذ سامي الكاف الصحفي والمحلل السياسي الذي هو معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. أستاذ سامي، يعني في السياق الحديث عن ما يحدث ويجري في عدن، هل يمكن اعتبار أن يعني تطرقت الأستاذة هبة عيدروس إلى أن هناك امتلاء بالنازحين في عدن بشكل أو بآخر، هل يمكن الحديث على أن هذا سبب يمكن أن يبرر مثل هكذا أفعال؟ وهل من المنطقي الحديث عن ذلك في إطار إعلان عدن كعاصمة مؤقتة لكل اليمنيين؟ طبعا من غير المنطقي التعامل مع هذا السلوك جملة وتفصيلا، بغض النظر عن أي مشاريع سياسية، نحن نتكلم عن حالات إنسانية، وإذا لم نستطع أن نحل هذه الإشكاليات بحزم وصرامة فيبقى سنظل نعاني من سلوكيات مثلها في قادم الأيام والشهور.
وهذه الأحداث التي نشاهدها الآن بالنسبة للحديدة قد شاهدناها قبل سنتين عندما تم ترحيل مواطنين بحجة أنهم من محافظات أخرى. ما زالت الأمور على مستوى الجمهورية اليمنية يحكمها دستور واحد، قوانين واحدة واضحة، ويجب أن الجميع يلتزم إليها. عندما تتحدث أنت عن دولتين فهناك أمر آخر يتم تطبيقه. أنت الآن ما زلت في على مستوى دولة واحدة، هذا إذا تحدثنا في إطار سياسي. إنما إذا تحدثنا عن إطار إنساني هذه معاملات ليست إنسانية بالمطلق، وبالتالي على الدولة وحتى على الأجهزة التي تقول أنها تريد استعادة دولة كانت في مضى ومن هذا الكلام، يجب أن تتعامل مع هؤلاء الناس إنسانيا. وإذا رأت أن الأمور تحتاج إلى إجراءات أمنية فلا بأس، بل هذا من واجبها القيام بالإجراءات الأمنية والاحترازات الأمنية المفترضة. لكن أن يتم التعامل مع هؤلاء الناس بهذه الطريقة وبهذا الشكل فهذا غير إنساني بالمطلق. طيب، يعني في سياق ما حدث الآن في هذه الإشكالية تحديدا، هل يمكن الحديث عن يعني مسألة إيجاد مخيمات أو ما شابه، هل هو أمر مطروح في سياق معالجة هذه الإشكالات؟ نعم، يجب أن تتحرك الدولة بأسرع ما يمكنها لفرض سيطرتها على هذه النقاط الأمنية وحل إشكالياتها بالطريقة التي يفترض أن تعالج بها مثل هذه الأمور، ومن ثم مباشرة في خط متوازي لهذه الإجراءات أن تقوم بإجراءات إيواء هؤلاء النازحين وتوفير المتطلبات لهم الحياتية وما إلى ذلك ما يحتاجونه. هناك إجراءات يجب أن تتم في هذا الإطار بأسرع ما يمكن. أما بقاء الحال على ما هو عليه وهذا يأخذ من هذا الطرف وهذا يحاول تغيير الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اتجاه آخر، كل هذا لا يخدم العملية الإنسانية نفسها التي يفترض أن يتلقاها هؤلاء النازحون. طيب، برأيك إلى أي مدى تأثرت هكذا ممارسات بالاستقطاب على وسائل التواصل الاجتماعي بتسييس الأمور بشكل كبير، خاصة ونحن نتحدث على مسألة إنسانية، وأن تعيد التكرير والتأكيد على أن المسألة في بداية أو في نهاية المطاف هي مسألة إنسانية دوما؟ نعم، يجب أن يتم أولا معالجة اتخاذ القرار الذي يفترض أن يتم اتخاذه منذ عام 2015 منذ تحرير عدن وأصبحت محررة. وهنا أتحدث عن المسألة الأمنية، لأن كل الأمور التي سيتعين اتخاذها هي مرتبطة أساساً بالمسألة الأمنية. طالما أنه المسألة الأمنية أو السلطة التي يفترض أن تقوم بها الدولة هي متنازع حولها، وهناك عدة قوى تشارك وتنازع السلطة الشرعية في ممارسة هذه الأمور الأمنية، فبالتالي لن يصلوا إلى حل. أنت الآن أمامك أحداث حدثت عادت إلى أذهان الناس ذكرى أليمة عاشوها كما لم يعوشوها من قبل، وهي أحداث 13 يناير عام 1986 تكررت أمام عيونهم في 28-30 يناير الفائت. الآن هذا الحدث إذا لم يتم معالجته المعالجة الصحيحة فإنه مدعى لتكراره سواء غدا أو بعد غد أو حتى بعد سنة. طالما لا يوجد حل فكل قوة سوف تتمترس، وخصوصا نحن نتكلم عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة مع كافة القوى اللي موجودة في الساحة على مستوى العاصمة وحتى على مستوى بقية المحافظات الجنوبية. نعم. طيب أستاذ سامي، دعنا نشرك معنا في هذا الحوار وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ ماجد فضائل الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض، ورحب بك أستاذ ماجد. أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا ومرحب بكم وبضيفكم الكريم. حياكم الله أستاذ ماجد. إذن أنتم في وزارة حقوق الإنسان كيف تتابعون إجراء اعتراض العشرات من الأسر النازحة إلى عدن؟
سيدي العزيز، نحن في وزارة حقوق الإنسان ملتزمين بالتوجهات الرسمية للدولة والتي صرح بها دولة رئيس الوزراء، وبتوجيه أيضا وإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية أنه لا يمكن السماح أو يعني بتلك الانتهاكات التي تمارس من أي قوى أو من أي جماعة يعني ضد هؤلاء المدنيين. وبذلك موقفنا واضح أيضا كما أعلن به معالي الوزير حقوق الإنسان بأنها هذه انتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. نحن في وزارة حقوق الإنسان ندعو أي شخص للتعرض لمثل هذه الانتهاكات بالتوجه إلى مقر الوزارة في خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، والتبليغ أما يتعرض له من مضايقات أو توقيت أو انتهاكات أو أحد ذويه وإما البلاغ رسمي، نحن سوف نتصرف بالضوء على هذا البلاغ ونخاطب الجهات الأمنية بالالتزام بالقانون. يعني في سياق الحديث التي نتحدث عليها الأستاذ ماجد، هو الناس منعوا من دخول عدن، فكيف يمكن أن يصلوا وأن يتحدثوا لوزارة حقوق الإنسان في مقرها في عدن؟ لكن على كل حال الآن عندما نتحدث عن يعني إعطاء وزارة حقوق الإنسان لبيان أو موقف لمثل هكذا ممارسات، ما هو الذي يقال في هذا السياق، خاصة وأن عدن أعلنت عاصمة لكل اليمنيين، عاصمة مؤقتة؟ نعم يا سيدي العزيز، عدن هي مفتوحة للجميع، أهل عدن طيبون، أهل عدن مسالمون، يرحبون بكل أبناء اليمن. هي عاصمة كما ذكرت، عاصمة لكل اليمن، هي عاصمة يعني تفتح دروعها لكل اليمن. هناك ممارسات فردية، هذه ممارسات مدانة ومدانة بكل العبارات، وأيضا لن يفلت المرتكب بها من العقاب عاجلا أو آجلا. لكن بشكل عام سياسة الدولة سياسة واضحة ضد الانتهاكات، هي تحترم حقوق الإنسان وتعززها. في حالة وجود تلك الممارسات التي ذكرتها أنه يمنع من دخول عدن مهما كانت تلك الأجهزة، فهي لا تتبع الدولة، هي ميليشيا. يعني إذا كانت الأجهزة أو الجماعة أو المسلحة تلك أو تلك ليست ضمن قوام وزارة الداخلية أو وزارة يعني الدفاع، فهي بحكم القانون ميليشيا، تعامل نفس معاملة الميليشيا، هي تهدد الأمن وسلامة ووحدة أراضي اليمن، وسوف يتم التعامل معها بكل حزم ووفق القوانين المحلية والدولية. طيب أستاذ ماجد، يعني في سياق الحديث على التعليق لماذا تقوم الأجهزة الأمنية أو الميليشيات هذه بهذه الأفعال ومنع الناس من الدخول إلى عدن، هناك من يتحدث على سياق ضرورات أمنية، في أن من يدخل بهذا الشكل قد يسبب قلاقل أمنية بداخل العاصمة المؤقتة. برأيك هل هذا يعني التبرير مقبول؟ كلام غير منطقي وغير مقبول بتا، إلا إن كان هناك أسماء بأشخاص لما يتم يعني بهم بلاغات محددة، هناك يعني أدلة كاملة تثبت تلك الدعاوي، فهناك يكون التصرف أيضا وفق أوامر رسمية وأوامر قانونية، يعني بحيث أن هناك يكون نيابة، يكون هناك أكثر من شرط، هي أجهزة الضبط والتوقيف، هي أجهزة رسمية تتبع الدولة وليس تصرفات ميليشيا أو أمراء حرب. هذا الكلام مرفوض رفضا تاما. هناك القانون يكفل حلية التنقل لكل أبناء اليمن في أي مناطق داخل أرض الوطن، يعني لا تحقق بحقق واهية وغير قانونية مرفوضة. هذا كلام جملة وتفصيلها. أشكرك أستاذ ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك أستاذ سامي، في الحديث عن ما يجري في عدن، ليس هناك فقط هذا المنع بالنسبة للأسر النازحة من المناطق الشمالية، هناك حديث أيضا عن تفشي أو وجود وحدوث اغتيالات لكثير من الناشطين المجتمعيين وكذلك أئمة المساجد. هل هي فترة من التاريخ ستمر بها عدن على الناس أن يتعاملوا معها ويحاولوا إنهاءها بشكل بأسرع وقت، أم أن الأمر هناك أجندة سياسية تدفع وراءه وتدفع لتعزيزه؟ طبعا الموضوع المناطقية وهذه السلوكيات التي نراها على مستوى الأرض ليست وليدة اليوم، ولكنها نتيجة تراكمات
لسنوات عديدة ماضية أدت إلى ما نشاهده اليوم، بمعنى أنه حتى لو نظرنا إلى التكوين الاجتماعي بالنسبة لعدن ما قبل 1967، ستجد أن المجتمع العدني كان يتميز بالتعايش السلمي بين كافة شرائحه على نحو لم يشهده التاريخ اليمني في السنوات يعني الأخيرة بشكل عام، بمعنى أنه حتى على مستوى التعدد الديني كان موجود في عدن والناس متعايشين بطريقة يمكن نقول مثالية، بينما تغير هذا الأمر تصاعديا منذ 97 حتى مرورا إلى 90، وأزداد الأمر مع تنامي التطرف الديني وأصبحت الأمور أكثر تعقيدا، وبالتالي صارت المناطقية تزداد بشكل أوسع انتشارا، وأتت حرب 1994 لتعمق مثل هذه الأحاسيس والمشاعر، وبالتالي صار النسيج الاجتماعي أكثر عرضة لمثل هذه السلوكيات، بمعنى لو نضع النقاط على الحروف يعني ما بعد 97 واجهت السلطة الوليدة في جنوب اليمن أنه كيف ممكن نحن نقف ضد هذه الهويات التي تختبئ أو تختفي وراء مناطقها. يعني تم اتخاذ إجراءات بحيث يمنع الناس من الالتجاء إلى هذه الهويات، فلم تعد ترى هناك محمد علي الضالعي أو محمد علي اليافعي أو مثلا الشبواني أو بهذا الشكل، حتى أنه اتخذت تلك السلطة أنه لكي تواجه مثل هذه السلوكيات الدعوات الطائفية المناطقية راحت تغير من أسماء المحافظات إلى أرقام، وطبعا هذا السلوك خاطئ، ولكن الفكرة ذاتها تسلط الضوء على أن هؤلاء الناس كانوا يدركون معنى السلوك المدمر للمناطقية وأثره على النسيج الاجتماعي. حتى على مستوى لوحات السيارات ستجد ميم واحد، ميم اثنين، ميم ثلاثة على عدد المحافظات الست اللي كانت موجودة في محافظات الجنوب، رغم أنه هذا الإجراء يعني حاول أن يمحي هوية المناطق هذه، لأنه هذه المناطق لها ذاكرة في الناس الذين يعيشون في هذه المناطق، ولكن أنا كنت أريد تسليط الضوء على هذه النقطة، توضيح أن هناك إمكانات لحلول، إيجاد حلول، مفهوم هذا الأمر. طيب يعني في سياق ما يمكن أن يجري الآن، ما هو المقترح في سياق محاولة إعادة عدن لأن تكون مثالا للتعايش؟ كيف يمكن إعطاء وتعزيز فكرة أن المناطقية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير الجميع، وإلى أن إذا ما أريد لعدن أن تكون مدينة بارزة ومثالا للعالم، هناك حاجة إلى مزيد من الانفتاح وإلى مزيد من تقبل الآخر؟ أكيد تقبل الآخر والتعايش مع الآخر كما هو لا كما تريد أنت، ولكن كل هذه الأمور يجب أن تأتي بعد أن يصل كل الأطراف السياسية إلى حل سياسي، بمعنى أنه مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون في ظل مناخ يتوفر لديه الاستقرار السياسي، وعندما نتحدث عن استقرار سياسي يجب أن نتحدث عن سلطة سياسية واحدة سيقع على عاتقها القيام بكل الإجراءات التي تؤدي إلى أن يعيش كافة الناس في هذه الدولة على مستوى من التعايش مع الآخر، تقبل الآخر كما هو، حتى على مستوى التعدد الديني. الآن العالم كله يتجه في هذا الاتجاه، كيف أن تتعايش مع الآخر كما هو لا كما تريد أنت؟ طيب أستاذ سامي، حتى على مستوى النهوض الاقتصادي، حتى على مستوى إعادة الإعمار، حتى على مستوى
النظرة إلى تغيير المنهج التعليمي، وهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها، لأن مخرجات العملية التعليمية من عام 1990 إلى الآن هي مخرجات مخيبة للأمال ونتائجها مدمرة على مستوى الصعيد الاجتماعي، حتى على مستوى الجامعات. حتى على مستوى الجامعات يتم اختيار رؤساء الجامعات على طريقة مناطقية، سأقول لك بوضوح تام. يعني مثلا على مستوى جامعة عدن في الفترة الأخيرة ظهر صوت يقول إلى متى ستتم حضرمة الجامعة، إلى متى ستتم شبونة الجامعة، في تلميح واضح على أن رؤساء السابقين للجامعة كانوا من شبوة أو من حضرموت، وبالتالي حان لأبينة جامعة عدن، وهو القرار الذي تم. أنا لا هنا لا أشكك في قدرات أي من هؤلاء الذين يتولون رئاسة الجامعة، ولكن أنا أسلط الضوء على السلوك حتى على مستوى القرار الرئاسي الموجود في مؤسسة الرئاسة، لا يتم وفق معايير بحيث يشعر المواطن أن الجميع لديه الحق في أن يتبوأ المناصب على مستوى الدولة، سواء على مستوى الوظائف العليا أو حتى على مستوى الوظائف المتوسطة وحتى على مستوى الوظائف الدنيا. يعني بحيث يجب أن يكون هناك معايير واضحة للجميع، يجب أن تتم في سياق واحد، بحيث أن تكون هناك معايير واضحة للجميع في سياق أن يعني مبدأ تكافؤ الفرص في هذا السياق. لكن عندما نتحدث أستاذ سامي، وبسؤال أخير، في سياق المعركة التي يدخلها التحالف الآن في اليمن باعتباره دخل لمناصرة الشرعية، برأيك ما هي الإجراءات التي يجب عليه القيام بها في سياق يعني الخروج بأفضل وجه ممكن من معركته، في سياق دعم الكثير من يعني الأجهزة الأمنية التي تقوم بهذه الممارسات، هي مدعومة في نهاية المطاف بشكل أو بآخر من دول التحالف أيضا؟ على دول التحالف أولا أن تعيد العلاقة مع شركائها في الشرعية ومن ينتمي إلى الشرعية أو يزعم أنه مع التحالف وضد أهداف مع أهدافه ضد الجماعة الانقلابية التي انقلبت على الدولة. لدينا جماعة انقلبت على الدولة بانقلاب مسلح في 21 سبتمبر 2014. الآن عندما تواجه هذا العدو وأنت مشتت ولديك مشاريع مختلفة ومتعارضة فيما بينها البين، سوف يستمر هذا اللاوضع، أي عدم وجود حل جذري ينهي هذا النزاع. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما أنت توحد صفوفك في نهاية المطاف ستجعل الانقلابيين يأتون إلى طاولة المفاوضات، يأتون إلى طاولة المفاوضات لماذا؟ لكي يشاركون في السلطة القادمة. هذه من ضمن نصوص قرار المجلس الأمن الدولي 2216، نزع الأسلحة من كل الميليشيات المسلحة أو أي كيانات مسلحة، ويجب أن تكون مسألة السلاح مخولة للسلطة. من هذه السلطة؟ يجب أن يمثلها كل الأطراف بمن فيهم الحوثيين، لأنهم في الأخير هم جزء من المجتمع اليمني، مثل ما هو موجود بالنسبة في الجنوب، والجنوب وحده لا يمثله المجلس الانتقالي، هو يقول أنه الممثل الشرعي والوحيد لقضية الجنوب ولشعب الجنوب، وهذه مشكلة سوف تنفجر في وجه الجنوبيين، لأنهم سوف يكونون عائق أمام الوصول إلى حل. أشكرك إذن أستاذ سامي الكافة، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني على الطرح الذي طرحته وعلى تواجدك معنا. كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات المنتج منصور النقاش وزميل أسامة عادل وبقية الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.